المشهد السياسي الموريتاني قبل انتخابات فاتح سبتمبر، موضوع الحلقة القادمة من برنامج أصداء. الأحزاب اليوم مقيدة، الأحزاب اليوم مرقمة، الأحزاب اليوم مرقمة على أنها تشارك بهذا القرار الجائر اللي ما هو ديمقراطي، على أنها تنحل الليل ما تشارك. جميل. هذه المعارضة أيضا، هذه المعارضة المحاورة على الأقل نختار نقول إن الشعبية ما هو اللي عندها الأغلبية، ولا هو اللي عنده الحزب الحاكم، هذا اللي عنده مصالح وكتل ورجال أعمال وشيوخ قبائل وطبقة سياسية احنا نفكروا فينا نقصوها. لو كان اليوم متاح الترشح المستقل ما تقدر تعدل الطاقم اللي ينزل فيه بيدي تكرر دي صاب باجي تعرف. أصداء يأتيكم في الأوقات التالية.